التحالف العسكري بقيادة السعودية أعلن عن هدنة في اليمن لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد إذا التزم بها الحوثيون وأنصارهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح. الهدنة تدخل في إطار تسهيل جهود السلام في اليمن وإدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة. أحد التجار في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون قال: والله ما أنا متفائل بالهدنة خالص، يعني قد كان أكثر من هدنة وما فيش يد الهدنة، في خروقات كثيرة. ماش تمشي الهدنة. متأكد إنه ما فيش التزام من جميع الأطراف، يعني أفتهم لك، يعني لما يكون في هدنة كل واحد يرتب صفوفه وإعادة الحرب من جديد. وبالرغم من توقف القتال على جبهات عدة بعد ساعات من بدء سريان الهدنة في حدود الساعة 9 بتوقيت غرينتش هذا السبت، تواصلت مواجهة عنيفة في مناطق حول مدينة تعز في جنوب غرب اليمن، حيث كان قد أدى القتال إلى مقتل العشرات هذا الأسبوع.